صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة، معكم السوق الجملة الخضر والفواكه. غنطرقوا لواحد الموضوع اللي هو البنية التحتية ديال سوق الجملة. شوفوا عباد الله، الغيس والهيس والميس، خلاها بحال الفيلم المغربي، المسلسل المغربي ديال المستضعفون. نشوفوا العشوائية ديال السوق، شوفوا الويدان ديال الغيس والضايات اللي ما خلاوش صحاب الشاريه واللي كضربوا التمارة وحتى الخضارة تعنكشوا، ان ياخذوا واحد المساحة كبيرة باش ما يقربوش لهاد الغيس. السوق تدخل ملايير ما قدروش يسابقوا هذا السوق.